تقول لي ايه احسن طريقه لطبخ لحمه النعام؟ اقول لك يا تعملها في عرقها، يا تشويها، يا تعملها على الجريل. وبالنسبه للي في عرقها فاحنا عملناها قبل كده، يبقى كده ما فاضلش غير ان احنا نجربها على الجريل. طب الجريل ده عباره عن ايه؟ انا كنت زيك كده ما اعرفش الجريل ده يعني ايه، بس لما سالت قال لك هي بتبقى طاسه عاديه زي الطاسه اللي قدامنا دي كده مثلا، ولكن بتبقى خشنه شويه من جوه، بتبقى باين يعني متقسمه متشرحه حاجه زي كده يعني. المهم ان هي مش متوفره عندنا دلوقتي، فاحنا هنضحك على نفسنا ونضحك على الطاسه ديت ونحاول نقنعها ان هي الجريل ونيجي نجرب بيها، وتعالى اما نشوف هنعمل ايه معاها. يلا بينا نسحب الجوانت بتاعنا اللي بيقضي على الجراثيم والميكروبات واللي بيساعد في طهي الاكل وعدم الحرق، ونبدا في تقطيع اللحمه. ولكن المره دي التقطيع لازم يكون بحرفيه شويه، علشان لازم نقطعها شرايح رقيقه جدا علشان تستوي بسرعه وتكون خفيفه كده على الطاسه وخفيفه على قلب اللي هياكل. ركزوا بقى، اهم حاجه في التقطيع ده ولازم تكون مركز جدا. وده كان شكلهم النهائي بعد التقطيع. لم لي بقى شويه الناس دي كده كلهم في زقه واحده، يلا ننزل عليهم بالخلطه قبل ما يتولع فيهم كلهم. معانا كده اول حاجه، وبسم الله الرحمن الرحيم، معلقه ونص بهارات لحمه، ونقوم جايبين بقى معلقه فلفل اسمر على معلقه ونص بهارات شاوي، ومعلقه ونص كزبره مع معلقتين زعتر، ونقوم حاطين معلقه ملح مع معلقتين دبس رمان، وتبقى دي النهايه بتاعتنا. وبعد كده هنولع النار بتاعتنا الجميله بعد ما سبناها ربع ساعه. انا عن نفسي سبتها ربع ساعه عشان انا مستعجل، الساعه دلوقتي 4:30 والمغرب خلاص، يعني الساعه لو جت 5:30 وعلى ما اروح يبقى افطر في المزرعه. لا انا مش عايز افطر مع النعام النهارده، فمش عامل حسابي. كل ما هتسيبها في التتبيله بقى كل ما يبقى مصلحه ليكم، بس انا عن نفسي احنا ظروف خاصه كده يعني. هنحط بقى معلقه سمنه المتينه بتاعتنا، نهدى عليها النار بقى ونغطيها حماده ونصبر عليها كده. ايه دلوقتي الساعه بالظبط 4:30، الساعه بالظبط 4:30، اصبر عليها شويه ونفتح عليها. وبعد اول 10 دقائق تعالى بنقلبها ابو حميد علشان برده ايه ما تتحرقش، ونحاول ان احنا نسويها على كل الاتجاهات. حاسس ان انا بدات اشبع من ريحه الاكل دي، بس لا خد بالك انا غير عمد يعني، انا غصب عني بشم، مش قاصد بقى ومش جاي مخصوص عشان اشم الريحه وان انا اشبع وكده، لا حمد الله يا ابني. غطي بقى وسيبها تستوي تاني. وبعد تاني 10 دقايق بقى يلا نفتح ونديها كمان تقليبه. احنا ما ورناش حاجه النهارده، نقعد نقلب لحد ما نزهقها، يا اما احنا ايه؟ انت هتتحرق ولا ايه؟ لا وحياة ابوك ما تصدميني، بحق الصيام يا شيخ عايزين نستمتع بيك على الفطار كده. هي بدأت تاخد لون بس، فلا احنا هنعاير بقى بعد كل 5 دقايق، مش هينفع 10 دقايق. يا نهار ابيض، هي باينه في الكاميرا سمرك على فكره يا جماعه، انا مش سمرة قوي كده. غطي يا ابني، غطي يا ابني، بلاش فضايح. بصوا المشكله هنا البوتاجاز زي ما قلت لكم، اللي هو العين بتاعته بس ما بتتعملش قوي. المشكله بقى كمان ان احنا بنصور بالنهار واحنا دلوقتي في عز الصيام في رمضان، فهنعرف ازاي الحل الوحيد بقى علشان نعرف ان احنا نحط الشوكه فيها كده. لا لسه ما استوتش، لسه ما استوتش، ده حوار، ده حوار انت حمرتي من قبل ما تستوي، احنا لازم نوصل لاقل درجه هنا. على الله كله بقى، احنا كده سيبناها تلت ساعه بالظبط 20 دقيقه، كمان 5 دقائق بالظبط هنفتح حلقه ثاني وربنا يستر بقى. خليكم معانا وتابعوا معانا الست الكل، وان شاء الله خير خير ان شاء الله خير. احنا لازم نغير العين، لان العين التانيه دي كانت المشكله فيها وكانت هتحرق لنا اللحمه اصلا. تيجي تقول لك بقى احمد حرق اللحمه واحمد عمل تفتح، غيرنا العين عشان العين التانية دي مش مظبوطه، غيرنا العين وان شاء الله اللحمه تكمل على خير. ما انتوا قلقانين ليه يا جدعان؟ مش قلقان، ان شاء الله تطلع حلوه الوقت. استنوا عليها بس كمان 5 دقائق في التقليبه التانية اطمنكم عليها ان شاء الله. ايه عدى بقى 5 دقايق يلا، وشغلانتنا بقت كل 5 دقايق اللي احنا نفتح. العين هناك اتحرقت اكتر. ما علينا، مش مهم الشكل يعني، الشكل الاسمر شويه دوت مش مهم، احنا اهم حاجه عندنا الجوهر يا جماعه، اهم حاجه عندنا الطعم. وبعدين برضه الطاسه مش مؤهله قوي يعني، ولا البوتاجاز ولا الشيء، هو ممكن المشاهد بس هو المؤهل ان هو يتفرج بس، ان شاء الله بقى الطعم هيبقى مفاجئ يعني. بص كده على الشكل كده تحس ان دي حاجه من اللي بتتندخ بسرعه كده في قلب السق. يا عم حرام، بلاش نشوق بعض، ولا نشوقك ولا تشوقني. ان شاء الله نتقابل بعد المغرب، نطلعها الوقت في طبق ونتقابل بعد المغرب، وانا بقول لك على الطعم. لو انا اللي كنت فاكر ان المشكله بتاعت ان هي اتحرقت، ده طلع ان المشكله الاكبر اللي مستنيانا بقى ان احنا وقع حظنا في يوم سمك، فاللي هو ما يعني مفيش تكافؤ خالص ما بين الاكلتين مع بعض. بس ما علينا يعني، هو مبدئيا كده للطعم هي كانت كويسه جدا، ولكن كانت محتاجه نار اقل من كده علشان تستوي كويس، لانها كان فيها شويه شد كده بس. وما تنساش بقى بعد ما تخلص اكل تبقى تحلي بطبق الكنافه بالمانجا اللي عملناه الفيديو اللي فات. والسلام.